نعرف اليوم لنتذكر ولنحتفي بهذا اليوم الوطني وبفنان ولايتنا ومبدعيها على وجه الخصوص، لنحيي لهم جهدهم ومثابرتهم وكل ما قدموه إثراء وإغناء للثقافة الوطنية والفن في بلادنا، لا سيما الرواد منهم ممن شغلوا الآفاق بتميزهم وتأثيرهم الإيجابي الرائع في صياغة الذوق الفني الراقي وتقوية الحس الفني بيننا. كرم اليوم الفنان الراحل القدير المرحوم خليفة أحمد، وأيضا الفنان البار عمر، وكذا الفنان الراحل أيضا الهاشمي السايح، وأيضا كرمنا القصاد المهم الذي تجاوز 90 سنة وما زال مواظبا على هوايته وفنه، هو من أهم قصادي الجزائر سي مغزي الحاج الأخضر. نتمنى هذه الالتفاتة هذه تكون لنا سنة، يعني في كل عام نحتفلوا بهذه الأعمدة، أعمدة الفن